75,000 عمال حظائر في تونس اللي يشتغلوا في ظروف عمل هشة وبلا تغطية اجتماعية وصحية. تم تسوية وضعية البعض منهم، وفما وعود بالنظر في الملفات الأخرى المتمثلة أساساً في إدماجهم صلب مؤسسات الدولة وتحسين الأجر الأدنى حسب اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومات ما بعد الثورة، كيف ما ينص عليه المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 والمتعلق بترسيم العمال العرضيين والمتعاقدين والوقتيين من عملة البلدية. لكن في المقابل نلقاو اللي ألاف العمال في مختلف الولايات لقاو رواحهم في الفترة الأخيرة على أبواب البطالة بعد ما وقع الاستغناء على خدمات بعد أكثر من 20 سنة من العمل ودون الحصول على مستحقاتهم المادية والاجتماعية. الضغط الاجتماعية والصحية تفعيل الاتفاقية ألسنة من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ورئاسة الحكومة لازمنا نتمتعوا بالأجر الأدنى المضمون الذي لا يقل عن 318 دينار. هذا راهو مطلب. راني عندي بنيتي نجري على بنتي ما عندي شيء، كان وجه ربي بنتي تو عندها سخانة ما عندي شري لزريك من الاخر. المطلوب منكم ترجعون للمعمل يا اخي. وضعية إنسانية صعبة، المواطنين لقاو رواحهم بلا موارد ولا حلول لوضعيتهم الاجتماعية باش ينضافوا لقرابة المليون عاطل عن العمل، وهي نسبة بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2014 15%. والتحركات الاجتماعية في الفترة الأخيرة تصاعدت أمام الجهات المعنية بالعاصمة وأمام مقرات الولايات من عمال الحظائر داخل الجهات. والبارح مناقشة ميزانية 2015 كانت فرصة لطرح المشاكل، دعا فيها النواب لوضع مشاريع التنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية، وتم التطرق لملف العاملين المحالين على البطالة الإجبارية. وبهكا ملف الحظائر هو واحد من أبرز الملفات المطروحة في تونس ما بعد الثورة في علاقة بمطالب التنمية والفقر في الجهات، وين الحكومة القادمة مطالبة بالتحرك السريع لحلها لإشباع آلاف الأفواه الجهات.